برضه مصممة الأجندة عشان نروح لحاجات تانية. فضل الأجندة بالأرضية. كنا واقفين على الإنشاءات. احنا كنا بنتكلم عن الإنشاءات. يعني نكملها برضه. وإزاي طبعًا احنا بنتكلم الإنشاءات حضرتك كنا وصلنا لمدينة نصر. مدينة نصر والجزيرة اتكلمنا عليه. والجزيرة اتكلمنا. إن هو الجاري حاليًا تم إنشاء حاجات كتير، موضوع غرف الكورة وصالة الأمير عبد الله الفيصل، وفي حاجات برضه كان تم الإنتهاء فيها. الاسوار نفسها، احلال وتجديد التكييفات للصاله المغطاه، تجديد، ودي كان يعني كنا بنعاني طبعا لان كان فيها حاجات كتير او محتاجه تجديدات، صاله الجمباز جوه النادي، تجديد غرف ملابس الناشئين والفرق الرياضيه، كل الكلام ده حصل. وجاري حاليا تنفيذ البوابه الفرعيه لناحيه المرسى، بالاضافه لانشاء غرف ملابس اللي هي غرف تغيير الملابس لفرق الدرجه الاولى اللي هي السله والطايره واليد. عندنا الشيخ زايد بالمره بقى. ايوه طبعا طبعا هو الشيخ زايد 127 فدان. انا دايما بقول حتى المساحه دي قيمه، بس مش القيمه المعنويه الجامده قوي للنادي الاهلي، طبعا دي قيمه لا تساوي مليارات يعني. ان اللي بيجي يشترك في عضويه النادي الاهلي نفسه شوف كم الفروع اللي موجوده والمساحات الموجوده كبيره جدا بتغطي احتياجات الاعضاء. جاري تنفيذ مجمع ملعب الاسكواش وصاله جمباز وصاله كاراتيه ومبنى اجتماعي، وفي كمان المفروض ملعب عدد 2 ملعب كره قدم بنجيل صناعي اللي انتهينا منه في مقر البنوك، ودي حاجه جميله جدا الحمد لله، وهتدر دخل النادي هايل يعني، وخدمات اللي مش مجرد بنك واحد، ده 3 بنوك يعني. قطعنا شوط كبير قوي الحمد لله في القصه كان دي لسه جوه النادي. يوم الاربعاء ان شاء الله جاي في الافتتاح بتاع مجمع البنوك ده بالنسبه للشيخ زايد. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه للقاهره الجديده اللي هي حوالي 50 فدان، تم الانتهاء بنسبه 80% من البنيه التحتيه، وجاري العمل ان شاء الله في الايه طفره انشائيه تاثيرها يعود على النشاط الرياضي في مصر اكيد، نشاط اجتماعي او نشاط رياضي. النشاط الرياضي طبعا في الاول في الاخر.